كل محافظات العراق آمنة، وهسه كما تشاهدون احنا بالعراق من الأهواز من مدينة الخفاجية بالتحديد، جينا سيرا على الأقدام والآن هنا بالعمارة، وشوفون الأوضاع كلش أوضاع جميلة وماكو أي شيء وأمان. وأحفز الجميع على المشاركة في زيارة الأربعين. محافظات إيران كاملا تجي تزور الحسين إن شاء الله، من جميع المدن بإيران جايين، من قوم، من مشهد، من طهران، من شمال إيران، من جنوب إيران، كلها جاية تزور الحسين. العراق مفتوح للكل، هو عراق الحسين، والناس أهل العراق معازيب وأهل كرم، وكل شيء يعني الإنسان لا يخاف من شيء. أهل إيران، باقي الدول لا تخافوا، أمان، والناس كلها ملتزمة، والحمد لله. الحمد لله وشكر بركاته أهل البيت، ارتفعت هاي الشوشة اللي صارت قبل فترة، والحمد لله.